تاني طبق طاجن الكاليماري بصوص احمر. نقول على المكونات: قطعه كاليماري كبيره، فلفل الوان، ليمون، كمون، فلفل حار، صلصه طماطم، شبت بصل وطماطم معلبات اللي هي متقشره وزي ما تبقى ايه بنقول مستويه نص سوا. هاخد بوله كبيره، هخلط كل حاجه مع بعض. هبتدي الاول بالخضار، اخلصه واعمل التتبيله، وطبعا اولع الفرن واجهزه، وبعد كده اعمل الخلطه واقطع الكاليماري واخلط كله مع بعضه في نفس البوله واحطها في صينيه وادخلها الفرن. اقول لحضراتكم تاني، الكاليماري ناس كتيره قوي ما بتحبوش لانه بيشد. على حسب الكاليماري اللي بناكله ايه هو، يعني ايه هو؟ يعني بناكل بيبي كاليماري ولا بناكل صبيط كبير ولا بناكل، طبعا اساميه بتختلف من مكان لمكان، يعني زمياط بيسموه سيبيا، وفي حته تانية بيسموه كاليماري، في كل حته بيبقى اسمه مختلف. انا هقطع كل الخضار وبعدين ابتدي في الكاليماري. فزي ما بقول لحضراتكم، البيبي كاليماري ما بياخدش وقت خالص على النار، اقل من دقيقه. الكاليماري اللي بيبقى كبير شويه لما بيدخل الفرن، انا شخصيا هقول انه يقعد ساعه في الفرن، بس طبعا لما نحط حاجه في الفرن لمده ساعه نبقى عاملين حسابنا ان احنا حاطين فيها سائل كفايه علشان ما تنشفش. يعني ايه سائل كفايه؟ يعني لو هعمله وايت صوص يبقى احط شويه من الكريمه اللباني مظبوطين على حسب الكميه. لو بعمله بريد صوص يبقى هزود على الصلصه، هزود عليها ميه علشان ما ينشفش. فبياخد وقته حوالي ساعه. طبعا انا لو عامل حته كاليماري صغيره مش هسيبها ساعه، انا بتكلم في قطعه زي دي بتقعد في الفرن ساعه. نشيل الزياده، الكمون، ملح، فلفل، زيت نباتي 3-4 معالق. هاخد حتة من الليمونة كده، دي هعصرها على الكاليماري. وهاخد صلصة الطماطم بمعلقة. اللي انا بحاول اعمله دايما، انا بحاول اسهل على قد ما اقدر، كل المكونات حاطة مع بعض نخلطها مرة واحدة وبعدين نتبل نرصها في الصينية وندخلها الفرن. انا كنت عاوز ايه تاني؟ الزيت خلاص، الطماطم المعلبه دي مستويه، بص عليك بتقطع بسهوله قوي. الشبت هيطير، اقطعه بايديا. عاده اي حاجه بتدخل الفرن بنحتاج ان نخلي التقطيعه بتاعتها كبيره عشان تاخد وقتها براحتها من غير ما تنشف او يحصل لها ان هي السائل اللي فيها ينتهي او يخلص، فتبقى طعمها مش حلو. كده هحتاج ميه، وميه كتير لان زي ما قلت لحضراتكم قطعه الكاليماري كبيره فهتاخد وقت. كمان شويه وبعدين هقطعها، بس بقى مش هقطعها زي الكاليماري المقلي، هقطعها اكبر سنه. يعني الكاليماري المقلي كنت باجي هنا وباخدها مثلا سنتي، لا هزود هنا حوالي سنتي ونص واقطعها كده. لو في البيت طبعا جوانتي، عشان اكيد الستات مش تبقى عايزه الحته تبقى ريحه ايديها سمك، فتقدروا تلبسوا جوانتي. حط بقى الكاليماري وابتدي امساج كده كل الخلطه مع بعضها، والفرن طبعا شغال. بصوا حضراتكم الميه مش كفايه، اكيد زود عليها شويه ميه حوالي مثلا نص كوبايه كمان. وافردها كده، نزل الكاليماري تحت في الميه عشان على ما يبتدي الميه تبتدي تنشف يكون الكاليماري ابتدى ايه او دخل على سوا. اتاكد كده